مساكم الله بالخير. يا اشتغل على كادلك. السيارة عليها كبريتر إيدلبروك، طبعا مو مال الوكالة، ممتاز هو، لكن لازم تتأكد يوم تركب كبريتر غير عن الوكالة ان الوصلات كلها اللي حول الكبريتر راكبة صح نفس الوكالة، لان في اشياء تعتمد على الكبريتر وعلى حركة الكبريتر. لو نشوف السنسر، هذا السنسر خاص في الجير، هاي الجير القديمة 400 اول ما نزلت بس في الكادلك كان فيها السنسر هذا. السنسر هذا خاص في يوم انت ماشي على سرعة خفيفة وتضغط فل ثروتل، تضغط كامل بترول يرد غير عكسي، وانت واقف تدوس كامل التبديل يكون مختلف، لان اذا تست كامل ونلاحظ العصا هني تضغط السنسر هذا. انا اليوم ركبت العصا هاي انا اليوم ركبتها، اخذتها من كربيتر ثاني ولفت لها شوي وعدلتها عسب تركب هني وتشتغل صح. والحمد لله من حظ اليوم اني حصلت وصلة تشبه الالوان مالت الوكالة، مبين انها نفس الوكالة، فالحمد لله تركيب بسيط وسهل، وان شاء الله بجرب السيارة واشوف النتائج، لاني انا حسيت فيها يوم كنت في الحلبة يوم ادوس كامل ما كانت السيارة تبديلها صح، متأكد انها من هاي، بس انا لفترة هاملنها اقول بعدين وما ركبتها، فالحين خلاص لازم ابدلها. شيء ثاني اللي تتأكدون منه الفاكيوم، حوزات الفاكيوم اللي طالعة من الكبريتر، أو قياس الفاكيوم بشكل عام، قياس السحب الهواء لازم يكون نفس الوكالة. نشوف هذا الفاكيوم أدفانس اللي راكب في الكبريتر، أنا حاس إنه طبعا راح أقيسه، لكن حاس إنه يسحب أكثر من الوكالة، فهذا معناته إن الفاكيوم أدفانس يسحب التايمينج أكثر من الوكالة. فراح اركب الجيج او العداد مال الفاكيوم اللي يقيس قوه السحب، وبشوف كم القياس وقارنه بالوكاله واحاول اعدله. كيف عرفت انه يسحب اكثر؟ يوم كنت اقيس بالمسدس مال التايمينج، كان اول ما اركب الفاكيوم على طول يسحب تايمينج، يعني يغير التايمينج على طول، معناته ان السحب قوي جدا. عندي الكربريتر الثاني من السيارة الثانية ما كان يسحب على الايدل، يعني على الواقف ما كان يسحب ابدا، وهذا المفروض، فهذا يأثر على الاشتغال بشكل كبير، فان شاء الله راح اعدله، بحاول اعدله اليوم اذا قدرت. فهاي الامور اللي لازم تتأكد منها عسب يكون اشتغال السيارة صحيح اذا ركبت كمبيوتر او ركبت قصدي كربريتر ثاني. امور بسيطة لكن تأثر في اشتغال السيارة، تأثر في سواقتك، فمهم انك تأكد منها. هاي نفس السيارة، نفس الموديل كادلك مدي 66، نفس الماكينة، لكن الكبريتر مال وكالة. لو نلاحظ الجيج مال الفاكيوم او عداد الفاكيوم تقريبا على صفر، وهذا صحيح، لان مفروض السيارة وهي واقفة على الايدل على تشغيل الماكينة ما تسحب فاكيوم ادفانس، ما تسحب ادفانس من هذا، ما تفر الديستريبيوتر، خليه على نفس ما هو، بس يوم تدوس، لو نلاحظ كيف يوم ادوس، بس يوم ادوس المفروض يسحب فاكيوم فيسحب التايمينج. الحين براويكم السيارة الثانية والفرق بينهم. لو نلاحظ السيارة الثانية حتى على الايدل يسحب تايمينج او في فاكيوم عالي. وهاي هي السيارة الثانية او الكربيتر الثاني، ونلاحظ ان الفاكيوم مرتفع على الايدل وايد، غير المفروض يكون على الصفر، بس يوم الدوس يطلع فاكيوم. هذا كيف يأثر؟ هذا القن مال التايمينج، لو نلاحظ ما يوضح الان، لكن الان هي على 5 درجات، لكن لاحظوا يوم، ثواني بس اركب هذا، يوم اركب الفاكيوم في الفاكيوم ادفانس كم بيكون؟ الان تقريبا على 15 او 17، وهذا غلط جدا، مفروض من الوكالة يكون على 5 درجات فقط، فعسب شي يكون اشتغاله غلط. لو لاحظ ان الاربيم مرتفع عن قبل، لاحظ الاربيم كم الحين، 810، لو افصله، فنفس ما لاحظنا كيف ان اشياء بسيطة نفس هاي ممكن تأثر على السيارة. صحيح ان كبريتر جديد،
لكن لازم تمشي على قياسات الوكالة في كل الأجزاء بحيث تكون السيارة اشتغالها صحيح من ناحية الفاكيوم، من ناحية السنسرات اللي عدها الكبريتر، من ناحية الاير فيول ريشيو وكل شيء. فالحين إن شاء الله بحاول أعدله، لأن الكبريتر هذا فيه فتحتين، فتحة هني وفتحة هني. الحين بأقيس نشوف شو الفرق بين الفاكيوم، لأن كلهم مال أدفانس لكن واحدة مال إيميشنز واحدة لا. أكيد في فرق في الفاكيوم، بشوف إذا كان الفرق يعني يعطيني على صفر وبشبكه على اليسار. ركبت الفاكيوم في الفتحة الثانية، سكرت الفتحة الأولى، بنلاحظ الحين إن الفاكيوم صحيح 100%. لو شبكناه لاحظ ان الار بي ام كم 170. لو اشوف التايمينج على 5 نفس ما الوكالة تقول بالضبط، فهذا هو الصحيح انك تشبكه اللي على اليسار مو على اليمين. طبعا للسيارة هاي، السيارة الثانية لازم تفحص وتشوف شو الصحيح. والحمد لله شغلات بسيطة لكن تأثر كثير في سواقة السيارة وفي اشتغالها وفي كل شيء، حتى ممكن يأثر عليك كثير في ضرر على الماكينة، لأن إذا كان يسحب تايمينج على الواقف فهذا يسبب حرارة على الماكينة لأنها وايد أدفانس. إذا تبغى تعرف أكثر عن التايمينج أدفانس والأمور هاي ارفع الشاشة فوق. ونفس ما شفنا اليوم، إذا بتغير الكربريتر إلى حديث أو إلى كربريتر مختلف لازم تتأكد أن خطوط سحب الهواء أو الفاكيوم رايحة للأماكن الصحيحة بالسحب الصحيح، لأنها تختلف باختلاف استخداماتها، سواء كانت فوق الكربريتر أو تحت الكربريتر لها قياسات مختلفة. نتأكد أن الأشياء اللي راكبة عدال الكربريتر نفس سنسر الجير اللي عدلت العصا مالته اليوم، أنها تكون نفس مالت الوكالة، كل شيء يتحرك بنفس الوكالة، بحيث أنك استخدام السيارة واشتغالها يكون صحيح ونفس الوكالة. حرام تركب كربريتر حديث وممتاز لكن يظل اشتغال السيارة غير صحيح بسبب هالأمور. فهي أمور مهمة وبسيطة لكن تأثر تأثير كبير.